السلام عليكم. حلو في هذا الفيديو نديرو تصحيح 823 صفحة 67 كتاب المسار الثانية إعداد. قالوا لنا اكتب على شكل كتابة علمية واحد الأعداد. إذا شنو هي الكتابة العلمية ديال شي عدد؟ هي كتابة اللي كتكون على هذا الشكل أ في 10 أس إن، حيث أ عدد عشري محصور ما بين 1 و10، أو إن عدد صحيح نسبي، يعني ممكن يكون سالب ممكن يكون موجب. إذا عندنا الحالة الأولى، الحالة الأولى هي 725 مليون، خصنا نديرو الكتابة العلمية. أوكي، 725 مليون، بعدا نكتبوها الكتابة العادية اللي هي 725 وهنا الصاد الأصفر، المئات الآلاف الملايين. إذا شنو خصنا؟ خصنا نكتبوها على شكل أش أ في 10 أس إن، بحيث هاد أ يكون محصور أكبر أو يساوي 1 وصار قطعا من 10. مزيان. اذا انا بحال الا عندي هنا الفاصله، فين خصني مثلا رديتها لهنا اش غيبقى لي 725؟ واش 725 محصور بين 1 و10؟ لا، اذا مازال خصني نردها حتى لهنا. اذا غتولي عندي هي 7.25 في 10 اس الفاصله من هنا حتى لهنا، شحال كاين؟ 3 6 8، دونك هي 10 اس 8. صافي، 10 اس 8. الحالة الثانية هي 47 مليار، يعني كسبوا عاد ثاني 47 مليار، هي 47 راه تسعود ديال الزيرويات. إذا نفس الشيء الفاصلة عندي هنا غنجيبها حتى لهنايا باش كيبقى لي العدد بحال دابا. هنا العدد 7.25 محصور بين 1 و10، نفس الشيء هنا. إذا هي 4.7 في 10 أس، الفاصلة منين؟ من هنا لهنا. إذا الأس غيكون موجب بشحال؟ 3 6 9 10، صافي 10. وعندنا 71 جزء من الألف، 71 جزء من الألف. شنو هو 71 جزء من الألف؟ إذا هي 71 على 1000، اللي هي 71. شنو هي 1000؟ شنو هي 1000؟ هي 10 أس 3. إذا ملي غطلع لهنا الفوق غتولي 71 في 10 أس ناقص 3. مزيان، ولكن واش هذا العدد هذا محصور بين 1 و10؟ لا، إذا مازال خصنا نزيدو. إذا شنو الفاصلة عندي هنا؟ غتولي هنا، غتولي هي 7.1 في 10 أس 1 في 10 أس ناقص 3، كتساوي هي 7.1 في 10 أس ناقص 2. صافي، ممكن ديرو هكا أو لا. 71 جزء من الألف هي 0.071. إذا الفاصلة أنا فين خصني؟ غير تعرفوا بأن 71 جزء من الألف هي هذي. صافي، دائما هذا الرقم هو اللي خصو يكون في الوحدات. وبالتالي الفاصلة فين خصها تكون؟ خصها تولي لهنا، خصها تولي 7.1 باش يولي هذا محصور ما بين 1 و10 في 10 أس. دونك ردوا لبال الفاصلة دابا كنردها هنا اليمين، إذا غيكون الأس سالب وبشحال؟ 1 2، دونك غتحط لنا هنا أس ناقص 2.